لا احنا قلنا عندي روت مين سكوير، روت مين سكوير، فصار عندي في ار ام اس اللي هو 4 راح يساوي سكوير روت هاي المين. خليها هذه في هون. اوكي. روت مين سكوير، هي سكوير. هي المين، فكأنه المين بقول عمالي باخذ من 0 ل 2 باي لهي الويف فورم. وهدول وحدتهم بالراديان مش هيك؟ هي ثيتا 1 ثيتا 2. عم بعمل بالنسبة للدي أوميجا تي، عم بربع فهي السكوير. عم باخذ المين فبكامل من 0 ل 2 باي وبقسم على 2 باي، وبعدين باخذ روت او سكوير روت، فهذه صارت روت مين سكوير. هاي اتس ا جود ريبريزنتيشن اوف وات بالسيجنال. اتس جود فور اي سي سيجنالز، بس شو بتمثل لي، شو بتعطيني فكره عن شيء موجود بالسيجنال؟ الباور. انا فعليا عمالي هون بدايات عمالي بحسب الباور، لو ضربت هون في ار كاني بديت احسب الباور الموجود بالسيجنال او الانرجي الموجوده بالسيجنال ان وان سايكل. فهي اتس ا جود ريبريزنتيشن of signal. خلينا نتطلع على signals مختلف، عفوا a good representation of the power in a signal. هاي هذه هون فولت ام. قديش ال RMS لهي الويف فورم؟ قديش ال average اول شيء لهي الويف فورم؟ ام. قديش ال RMS تبعها؟ ام. اذا هون V RMS بتساوي في افريج بتساوي. اوكي نطلع على هاي الويف. هلا هون نسال السؤال، في افريج قديش هون؟ زيرو زيرو زيرو. في ار ام اس من ناحيه باور هل اختلف انها كانت بلس ام ولا ماينس ام؟ مش رح تعطيني نفس الباور؟ فهون رح تعطيني هاي اذا صارت هذه ام سكوير، والماينس ام لما ربعها رح تعطيني كمان ام سكوير. فانا فعليا خلال الفتره هاي في عندي سيجنال الماجنتيود تبعها ام رح تعطيني باور، والماينس ام ما رح تعطيني نيجاتيف باور. اوكي ماشي واضح فاهمين؟ انا لو اعطيتك بطاريه ولا قلت لك البطاريه مش تقدر تاخذ منها باور باي اتجاه كانت البطاريه موجوده، رح تعطيني باور باتجاهين. اذا هاي الار ام اس تبعها هو ام. قديش في افريج هون؟ نص مش هيك؟ ار ام اس نفس الشيء. ام هاي هلا صارت زي هاي؟ بتقول انه خلال فتره يعني نجمع الام مع الصفر. تمام. شوفوا ايش لازم نعمل حتى نكون احنا نشتغل بشكل صحيح. بدي اقسم، بقدر اقسم هذا الانتجريشن، فكاني عمالي بقول انه في ار ام اس بدها تساوي الجذر التربيعي مش هيك؟ وبدي اخذ الان الافرج على فترتين. قديش الفتره هاي هون في هون وهون؟ اذا هون في سكوير شو بتصير؟ ام سكوير لفتره قديش؟ من صفر لباي مش هيك؟ إذا بدك حط انتجريشن وبعدين هاي زائد الثانية من باي ل 2 باي قديش قيمتها؟ ومربع الصفر قديش؟ بضل صفر مش هيك؟ فبصير عندي هذه انتهت صارت صفر، هاي عندي ام سكوير بس من 0 لباي. احنا نسينا اللي على 2 باي مش هيك؟ لازم ناخذ
فهاي صارت على 2 باي ماشي. اذا هاي هلا لما باخذها لما بكامل ام سكوير من 0 لباي شو بتعطيني؟ ام سكوير باي. بتصير عندي ام سكوير بقدر اطلعها برا. إذا بدكم كقاعدة عامة اللي بنقدر نعمله من ربع، احنا بنربع الماجنتيود ما بنربع الزمن. اوكي؟ فربع الماجنتيود بضربه في الزمن اللي هو كان موجود فيه، هيك كقاعدة عامة حتطلع أي ويف فورم، رح آخذ ويف فورم مختلفة. لو كانت الويف فورم شكلها مختلف، بربع الماجنتيود تبعها بهذيك الفترة وبضربه في الزمن. بربع الماجنتيود وبضربه في الزمن تبعه، هذا نسبته قديش كانت 50% وهذا نسبته 50%. ناخذ اي ديوتي سايكل، لو عندي ويف فورم باي ديوتي سايكل موجوده، فلو عندي ويف فورم بتهمنا ديوتي سايكل، وين بتهمنا ديوتي سايكل؟ بالباور الكترونكس لما بنعمل ايش؟ بلس ويث موديليشن. لما بعمل بلس ويث موديليشن في دي سي سيركتس بيهمني ديوتي سايكل. فالديوتي سايكل تعريف الديوتي سايكل هي ايش؟ هي الفتره الاون لفتره الاوف، ولا الفتره الاون للفتره الكليه؟ فترة الكلية. إذن هاي إذا كانت هذه هون سميناها، إذا بدك تسميها 2 باي، إذا بتحب تسميها 2 باي تقدر تسميها زي ما بدك، بس بالراديانس بنسميها 2 باي، وهاي رح نسميها ثيتا. فديوتي سايكل شو بتساوي كبرسنتج؟ بتساوي ثيتا على 2. مضبوط؟ الكل واضح؟ الكل متفق؟ بدك تسميها اللي بدك، بدك تسميها تي اون على كابيتال تي بصير. أوكي؟ إذا بدك تحطها بسكندز على سكندز، بس الديوتي سايكل دائما دايمنشنلس. خلينا نطلع على هاي. هلا بدنا ناخذ في ار ام اس، وخليني افترض انه هذه كمان ام من هون. شو بدي اعمل؟ بدي اجي اقول في ار ام اس بدها تساوي الجذر التربيعي. هلا الفتره الاولى قديش نسبتها؟ نسبتها ثيتا على 2 باي، مش هيك؟ وهاي مضروبه في ايش؟ هاي هذه عندي ام، مين اللي بربعه؟ بربع ام وزائد البقيه زيرو، مش هيك؟ مضبوط. بس ايش ثيتا على 2 باي؟ هيا ديوتي سايكل، مش هيك؟ اذا هذه بتساوي ام تطلع برا، وبصير عندي الجذر التربيعي ل ديوتي سايكل. لاحظوا انها الجذر التربيعي، في حين في افرج شو بتساوي؟ بنفس هاي الدائره بتساوي ام في الديوتي سايكل. هذا اختلاف بين هاي واختلاف بين هاي. اوكي ماشي، الكل متفق معي؟ وحده افرج وحده